سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبارية جديدة من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. المحافظة البحسنية رأس اجتماع لمناقشة تأمين وسلامة الحركة الملاحية لعبارة النقل من ميناء المكلا إلى أرخبيل سقطرى. محافظ حضرموت يعلن عن بدء التدخلات الإغاثية للمديريات الغربية بتسيير ألف سلة غذائية للأسر المتضررة بحجر. القوات الجنوبية تغنم كمية كبيرة من المعدات والأسلحة في أبيان، وتكبد ماليشيا الإخوان خسائر فادحة في الأرواح. مشاهدين الأعزاء، من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت منصة وعي التابعة لمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت في تقريرها اليومي عن اشتباهها بسبع حالات إصابة بفيروس كورونا، من بينهم حالة وفاة. وأوضح التقرير اشتباه ثلاث حالات بمديرية الشحر وأربع حالات بمديرية مدينة المكلا، حيث تم جمع لهم عينات وأرسلت إلى وحدة PCR من قبل فرق الاستجابة السريعة. وأكد التقرير وفاة حالتين مشتبه إصابتها بفيروس كورونا من الذين تم الإعلان عنهم في اليومين الماضيين. وتقوم فرق الاستجابة بحصر ومتابعة المخالطين الذين بلغ عددهم 1116، وبلغ عدد المخالطين الذين أنهوا فترة المتابعة ولم تظهر عليهم أي علامات وأعراض 242 حالة، ليصل إجمالي المخالطين إلى 1358. رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اجتماعا لمناقشة تأمين وسلامة الحركة الملاحية لعباري النقل من ميناء المكلا إلى أرخبيل سقطرى وحركة العباري في عرض بحر العرب. وخلال الاجتماع أكد المحافظ البحسني على أهمية إيلاء عباري النقل اهتماما خاصا لضمان سلامة المواطنين المسافرين والبضائع إلى جزيرة سقطرى، مشددا على رفع مستوى الأمان والسلامة ورفع كفاءة العباري والسفن وتوفير وسائل اتصالات للتواصل مع خفر السواحل في عمق عرض البحر. وبحث محافظ حضرموت توفير وسائل نقل بحرية حديثة بمواصفات سلامة عالية لنقل المواطنين، مشددا بعدم التهاون مع العباري والسفن غير الملتزمة بإجراءات السلامة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدها ومنعها من مغادرة الموانئ. أعلن محافظ حضرموت عن بدء التدخلات الإغاثية والإنسانية للمنكوبين من الفيضانات بالمديريات الغربية، والبدء بتسيير ألف سلة غذائية للأسر المتضررة من مياه الأمطار والسيول الغزيرة بمديرية حجر. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع بلجنة حصر الأضرار الناجمة عن الحالة المدارية التي اجتاحت المحافظة الأسبوع الماضي وألحقت الضرر بالمديريات الغربية. واستمع المحافظ البحسني من وكيل المحافظة للشؤون الفنية رئيس لجنة حصر الأضرار المهندس أمين بارزيق إلى تقرير متكامل حول نزول اللجنة إلى مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث. وأوضح المحافظ تواصله مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية الإغاثية ورجال الخير من التجار في الداخل والخارج لتقديم يد العون والمساعدة لأهاليهم في المديريات الغربية المتضررة، مؤكدا استعداد الجهات الداعمة إلى مساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة وتقديم الدعم للمديريات المتضررة. وكما ناقش محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني التدخلات العاجلة للمديريات الغربية المتضررة من كارثة السيول الأخيرة. واستمع المحافظ البحسني إلى أبرز التدخلات العاجلة التي سينفذها الائتلاف والمتمثلة بأربع مشاريع إنشائية تستهدف أربع مديريات إلى جانب خمس مشاريع لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بالمديريات ودعم تأهيل مشاريع المياه. وفي سياق متصل اطلع محافظ حضرموت من أعضاء مؤسسة نهد على الوضع العام في مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث المتضررة من مياه الأمطار والسيول واستعداداتهم لتقديم المواد الإغاثية والإيوائية لمساندة جهود السلطة المحلية وللتخفيف عن الأسر المتضررة والوضع الصعب الذي تعيشه بعد الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول.
تابعت لجنة حصر أضرار الأمطار والسيول أعمال إصلاح الخط الدولي الرابط بين المكلا وعدن بمناطق شرح بن طالب وردفان ميفع الذي تضرر نتيجة الأمطار والسيول الأخيرة، وتتواصل الأعمال لإصلاح الخط الدولي على مدى 3 أيام بذلت فيها الكثير من الجهود حتى تنفتح الطريق، ولازالت الأعمال تجري بصورة متواصلة. وعلى صعيد متصل، عقدت لجنة حصر الأضرار اجتماعا لها بمديرية حجر لرفع تقرير متكامل عن حجم الأضرار وأبرز المعالجات والحلول التي تم اتخاذها حيال ما أصاب المديريتين من أضرار. وأكدت اللجنة دعم قيادة السلطة بالمحافظة بما يلبي رفع المعاناة عن الأسر والأهالي المتضررين وتوفير كل احتياجاتهم ورفع مخلفات السيول وإصلاح الطرقات وخطوط الكهرباء وشبكات المياه بشكل عاجل وسريع. عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الدوري الخامس للوقوف على مستجدات الوضع الصحي ومتابعة المهام السابقة ونسبة الإنجاز فيها، للوقوف على آخر المستجدات الصحية ومتابعة تنفيذ المهام السابقة. واستعرض الاجتماع المحضر السابق ونسبة الإنجاز فيه ورفع عدة توصيات للعمل على تنفيذها، والتي تتضمن متابعة تموين الأكسجين وتوريده لمستشفى الحميات فلوك ومركز معالجة كورونا لتقديم رعاية تكاملية لجميع المرضى. وناقش اللقاء الخطة العملية الهادفة للتوسعة السريرية في جميع الأقسام بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، والعمل على متابعة استحقاقات الكوادر الصحية العاملة بمركز العزل ابن سينا ومستشفى الحميات فلوك ومركز معالجة كورونا، وتزمين المناوبين والأخصائيين وتكثيف العمل وبشكل منتظم ورفع كفاءة الجانب الوقائي داخل المراكز. استأنفت قوات خفر السواحل بحضرموت بمدينة المكلا تنفيذ حملة الرش التعقيمية بمادة الكلور المخفف لحماية أفرادها من فيروس كورونا. واستهدفت الحملة موقع قيادة قوات خفر السواحل بحضرموت والمشروع الرابع السمكي وأماكن وسكنات قوات خفر السواحل بميناء المكلا، وكاد زوارق التدخل السريع والإخلاء والإنقاذ البحري لقوات الخفر. وأوضح قائد قوات خفر السواحل أن استئناف حملة الرش التعقيمية يأتي تزامنا مع تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا، وحرصا من القيادة واستشعارها بالمسؤولية التي تقع على عاتقها في الحفاظ على سلامة الأفراد. تمكنت قوات حماية الشركات وأمن مركز العليب من القبض على مهربي للقاد تنفيذا لقرار محافظ حضرموت بشأن منع دخول القاد إلى المحافظة، حيث تمكنت أفراد القوى العسكرية بحسهم الأمني العالي من إفشال محاولة التهريب رغم مرور المخالفين طرق وعرة بعيدة عن النقاط الأمنية. وتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وأتلاف كافة الكمية من القاد المضبوطة. ومن جانب آخر، أفشلت إحدى نقاط المدخل الشمالي محاولة تهريب القاد لعدد من السيارات، وأتلفت قيادة معسكر الأدواس كافة الكميات من القاد بعد إفشال محاولة تهريبها بطرق مختلفة. وفي محافظة أبيان، غنمت القوات الجنوبية على ميليشيا حزب الإخوان التابعة للحكومة كمية كبيرة من المعدات والأسلحة، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح. يأتي ذلك عقب تجدد الاشتباكات بين القوات الجنوبية وميليشيا حزب الإخوان. وقالت مصادر عسكرية أن مجاميع من ميليشيا الإخوان تسللت عبر الجبل الأسود متجهة صوب مديرية جعار والدرجاج وسط اشتباكات عنيفة. وأضافت المصادر أن القوات الجنوبية تعاملت معها بنجاح وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة اللقاء الموسع للمرجعيات والشيوخ والوجهات الاجتماعية بالمحافظة لرفض تصدير السلاح والإرهاب لجبهات القتال بشقرة وسقطرة. وعبر المجتمعون عن رفضهم القاطع لنقل أي أسلحة أو أفراد أو ضباط من المعسكرات القائمة في المحافظة أو تهريبها عبر أراضي المحافظة لتعزيز ميليشيات الإخوان والجماعات الإرهابية في أي محافظة جنوبية أخرى، مطالبين السلطة بالمحافظة القيام بدورها في منع وإيقاف هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد اللقاء وقوف الحاضرين للعمل مع التحالف العربي ومحاربة الأنشطة الإرهابية، وأجمع الحاضرون على المطالبة بسرعة تشكيل النخبة المهرية من أبنائها لحماية أراضيهم ومكتسباتهم.
وإلى العاصمة عدن، حيث وصلت طائرة شحن على متنها أطنان من الأدوية مقدمة من منظمة اليونيسف دعما للقطاع الصحي في اليمن. واحتوت المنحال مقدرة ب16 طنا كميات من الأدوية الضرورية ومستلزمات الحماية والسلامة الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وستسهم هذه المنحة في المساهمة في سد الاحتياجات التي تتطلبها المراكز الصحية والمستشفيات للحد من تفشي وباء كورونا. والآن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. مشاهدينا الأعزاء، هذه كانت تفاصيل نشرتنا الأخبارية من قناة المقلة المحلية، ومجددا نذكركم بأبرز العناوين. المحافظ البحسني يرأس اجتماع لمناقشة تأمين وسلامة الحركة الملاحية لعبار النقل من ميناء المقلة إلى أرخبيل سقطرى. محافظ حضرموت يعلن عن بدء التدخلات الإغاثية للمديريات الغربية بتسيير ألف سلة غذائية للأسر المتضررة بحاجة. القوات الجنوبية تغنم كمية كبيرة من المعدات والأسلحة في أبين، وتكبد ميليشيا الإخوان خسائر فادحة في الأروع. السادة المشاهدين، هذه نشرتنا الأخبارية من قناة المقلة المحلية. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.